بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم اخوان، تحياتي للاخوة جميعا. طبعا اليوم بضيافة الاخ الغالي الاخ ابو علي وسام الشريف، تحياتي له. اصحاب عمو اسحب ما شاء الله، اليوم اسوي لكم شوق ويا الحمام تيدي ما شاء الله. تيدي الاستاذ سخي زما ايه سخي الثاني هذا اي والله صدق سطح سخي الثاني هذا. شوف الحمام ما شاء الله، شوف ما شاء الله، عميد الهواية انت ابو فاطمه. والنعم منك حبيبي، شوف اللهم لولاهم لا لا بالعكس، شوف مواصفات الحمام ما شاء الله حبيبي ابو علاوي الورد. تعلمنا والله وحبينا، شوف الاختيار الله يعزك. بعيد على الحمام الكربلائي شوف هاي الرشفه، شوفها لا ما شاء الله حمام مو كله مجرد ما شاء الله. باو اخوان مواصفات ما شاء الله. واللي يسال على حمام سخي شوف العين اخوان، الحمام هذا شوف هسه من بالنسبه للانتاج اكو بي مثل يطلع الجونسرا، اكو يطلع سلاره كله كله ما اي كله اي سقتين ثلاثه شوفه والله احسنت الاختيار. خليك هنا عن الهواء لا مو اي. والشيء الثاني هسه يعني اخوان مثل ما تلاحظون كانما حمام ابراج استاذ سخي. اي ما شاء الله نفس الترتيب ما شاء الله. شوف ال احنا من نحكي على جوده الحمام نحكي على الحمام هذا. شوفت عينكم شوف بس هذا الحمام هذا ابن 116 مو جونسر ايه. بس ابن 116 ايه. شوف بس انزل من حمامه ايه. عصبه سبيله اي نعم نعم ايه. هذا ابن المباشر هذا انتاج ابو علي مو تمام يعني. ما شاء الله هذا بتسميته هو عاد شو يسمي هذا جونسر جونسر نعم بس ايه. هذا سلاره شوفه هذا سلاره هم مو عبالكم على شو السلارة عبال على السلارة لا لا مو السلارة وان ترى السلارة لون لون اي لون السبعة الأخيرة اي لون والوجه دائما ما تصير لا أعرف 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 اي يعني ما قوة الحمام عاب عاب تمام يلا وليد عافية من تريد تقتني؟ تقتنع حمام تروح للمصدر الصحيح اي الابي ايه؟ عرفت شلون؟ حتى ما اظن الحمد لله الحمد لله قال الراوي هذا الحمام اللي يجيبه يعني صدق ما يخسر امانك الله يعني ما يخسر اي يعني مثل جايبه من حسين والله هسه مرات حسين من محمد ايه؟ محمد من مدري منين عرفت شلون؟ وتتعب ايه؟ عليه وتعطيه اكل غالي وتعطيه ايه؟ تصرف عليه شوف اخوان حمام يسوى. السلام عليكم اخوان تحياتي للاخوة جميعا. طبعا اليوم ضيافة الاخ الغالي على راسي والله شرفتونا ابو علاوي المحترم الله يحفظك ما شاء الله. اليوم اسوي لكم شوق في حمام الاستاذ الكبير سخي طبعا ما شاء الله. شوف اخوان شوف العين شوف بؤبؤ شلون تحرك لاحظوا اخوان لاحظوا لاحظوا شوف العين من فوق شوف رنجة أسود نعومة ملمس ديل شوف الديل طبعا حمام اخوان اكثريته جاي يغير ريش زين حمام ما شاء الله. وشوف اخوان هسه سيد
يعني هسه الحمام تباوع، اكو بي ما تميز الامهات من بناته يعني اي اي يعني القصد يعني وكلي. يعني شوف او ما فرق هو نفس الشيء فرق بس الحجول اي نفس الخلق اي شوف ما شاء الله نفس الخلق سبحان الله عشان الفحل هناك مال الثمانين لا الفحل الكبير اي اي انت حجولك بيض احنا حجولنا زرق حجولكم زرق سادة احنا حبيبي لا هاي طرق على 88 هاي سيد حيدر اول ما اجى سبحان الله لزم هاي الحمامه قال هاي الحمام بالحمام كله شوف هسه هاي هسه احنا مو شو اسمه هسه من بعيد شو تشوف العين بيضة صحيح شو تقرب عليها ايه. شوف ما يعني خيط حمار شوف الرين بسم الله ما شاء الله هذا هناك بالخانات باقي كل هالملكات والله كل هالملكات بالقاصة مو اي هذا بالقاصة شوفوا هنا العين شويه بيها شلون نقول لون وردي زين طبعا هذا هو الحمام اللي فضله الاستاذ سخي اللي شويه تكون عينه بيها حمار زين يطلع هذا نار الله بس الدنا بس حمام جاي يغير ريش طبعا زين هذا ما شاء الله ما شاء الله هذا صورك وياه هيك شيء هذا الكسله 88 ها طبعا بالبوسترات هواي خلى ايه. ما شاء الله بالصفحه مالته اللي على اليوتيوب القناه على اليوتيوب هذا فحل الطير الانثى اللي انت تلازمها ايه العين خلي قلبكم بعد عليها الرنج واضح ما شاء الله تحياتنا جميع لو اكو بيها مشاهدات وفي تعليقات خاف طبعا لا ارفع التليفون ايه. شوف اخوان ما شاء الله بعد جنح شوف لنا السلاح شوف شلون مستويات ضم الجناح كله هيجي ما بي فراغ تقصد ويا هاي النتية؟ هاي ايه هاي الأوتوماتيك المباشر يعني بس هو هناك عنده إنتاج وقت اها ما شاء الله طبعا احنا ما نغبن بقية الحمام لأن ذنيتا ذنيتا إن شاء الله هذا الكاسوري ذاك موجود أنا أحب الكاسوري لا والله أنا هم من عشاق الكاسوري أنا أسعد أكثر من الحمام سخي وعد الكاسوري هذا نروح اللي هناك أبو فاطمة دير بالك بسم الله ما شاء الله تعال 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 بسم الله ما شاء الله اخوان شوفوا تلاحظون الحمام يعرف صاحبه يعني مثلا احنا شوي غريبين عليه خاف من عندنا عرفت شلون حتى من الصوت بس الاستاذ يقدر يروض يعني ها؟ اي لا عشان يومي ابو حتى يسلاب راحت الجنه اي 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 انا كان اعطيه اكل متاخر والصبح مرات اعطيه وقت هذا بيكيدي هذا هذا بيكيدي هذا بين كيادة نتفل وضحات ايه ايه هذا ايه بس هو قاعد يتعارك العدل اي والله عشان هو هاي تعدي الحمام شوف ما شاء الله شوف الانتاج هذا الحمام نفسيته اللي صوره ابو حقي يم بيت مياه عظيم هذا اكو بيه حمام من الاستاذ كاشف هو شقر مياه آه إيه. مياه هم كلهم ماخذين من عنده اي ونسيت الحمام اللي عندكم مو بعيد عنه كله ما شاء الله
بس هذا العين مالته شوي افتح من حمام الكمنجر. اكو بيها اكو بيها اي. لا مال سهيل مال سهيل ذاك البريس كمنجر ذاك. يا تشوف ذاك اي ذاك البريس هسه ذاك اكو. تعال 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 انا شويه ما اريد اتعب الحمام حتى خاف لانه الجو حار. ننتبه له. اي ما اريد. شوف العين ما شاء الله. التليفون صار حار. اي لا انا اقول لك هي الدنيا سبحان الله. اللون هون؟ انت اقتنى حمام حلو وحمام اصلي وحمام زين يعني انت من يمك ترتاح. لا ترتاح ما شاء الله. يعني حتى ما تستخسر الاكل بيه. اكيد مو تجيب حمام مثلا ايه. ما تعرفه عرفت شلون؟ المشكله هاي ظل شيء ايه. وترجع لها للنتائج. ايه. وانت هذا الحمام ما شاء الله مطير من عنده انت. لا هذا كله ايه. امانه الله مطير من عنده ايه. وان شاء الله ما في سباق ما راح نفوز فيه. ان شاء الله ان شاء الله التوفيق من ربك. شوي وضعيه الدوام والله هذه ايه. هاي بنت البرنسال. سبحان الله شوف الشيك شلون طلع. اها 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 بدي اشوفك بعد فحل هسه راح اجيب لك اياها. اكو يطلع عندنا لونين. اي هذا اللون يعني غريب. اي سبحان الله. وهذا طبعا ما شاء الله هذا البرنس حمام الاستاذ سهيل انصار خان. هذا طبعا ما شاء الله من الانتاج عند ابو علي. هذا بث المباشر مال حمام الاستاذ سهيل. حلو. وهذا سبحان الله همين اخوها بس من غير عش. ايه. يعني شوف اللون. اللون. هذا اللون السليطي طبعا. هو سليطي هسه تقول سليطي. بس هو ابن المباشرات يعني. هاي هاي امه هاي هسه ذيك امه. هذيك اللي بيها حديد. اكو بيهم نوبات. تدري يجون اكو بيهم ياخذون جماعه مثل منه بحقين. فلي كله قال له هام وهذا ما يشبه هذا يابا مالك على شلون هذا يزقح ليش طبعا اخوان خل اقول لكم فد شغله تعرف ابو علي بلد. الحمام المميز واللي هو استاذ سهيل انصار خان يعتز به هذا السليط هذا الشكول افضل هذا افضل حمام هاي تقريبا بالخمس زقه طلع لهذا الشكل ايه. هذا تعرف شو يقول استاذ كامل يقول هذا اللون بلي طلعه بعد 10 سنوات سبحان الله يقول 10 سنوات هو يطبق بالحمام يلا طلع حتى الا طلع خليه حتى بغير مكان مخليه ايه. صح زين صحيح اكو هسه من الاخوه طبعا من يسمع بالطير السليطي ما هذا شوف خليني اقول لكم هو شنو عنده السليطي؟ عنده كانما 80% اكو بيهم هنا اللي عرفت شلون؟ شوف استاذ ملك مبشر عنده سليطي استاذ محمد نعيم عنده سليطي استاذ سهيل انصار خان عنده سليطي كل الاساتذه عندهم حمام السليطي ما شاء الله زين طبعا وذاك اليوم هو السليطي نازل عند استاذ ملك مبشر يعني باوقات قياسيه ما شاء الله ملك مبشر كوكر هذا والله انا عندي هذا عندنا بنات يعني بدنهم طارن ما شاء الله يعني نزل عندي 13 ساعه اي حلو اي يعني جربته بحمام دم طار وكراس طار شوف سيد من بعد من الحمام ترى هو هذا الحمام هذا اللون هو يسميه البرنس صحيح اللون السليطي هو اللي يسميه هذا اللي يسميه اللي انا جبت وانا مفاضله جبت شكلين هذا ترى شوفك هاي هسه هاي انت المباشر اي هاي انت المباشر هذا هو سهل اللون جالدار جالدار هذا الجالدار اي وهذيك الثانيه هم يصح لها برنس يعني هسه من تشوف تقول هذا ذاك يطلع من هيك اي سبحان الله عين وردي فاتح فاتح وردي فاتح اشكال طلع عند الحمام كل شيء طلع اي كل شيء طلع
واكو بي من يتكرش يطلع حجام افخم. شوف داخل هناك داخل شلون جسم داخل اول واحد. هذا جولدن؟ اي هذا جولدن. تنوبات كل ما القدم على ذيك هاي المكانات خرب على الثقيل يعني. راح زين ابو فضل. هذا هناك سلاره عند الخانات اللي ما راح حكى في خاناتهم. لا هذا شوف هذا الطير ضخم ذاك ذاك ضخم عندك الطير ذاك شوف هذا ابن هاي الطير اللي زمته شوف سبحان الله واخته من غير عشي هنا موجوده هم ما شاء الله يعني بس غير لون اي غير لون اي غير لون هذا هسه هذا سخي هذا ايه. بس هو سلاره اي بعد سخود ينزل شو هسه كوبي مقلا بس عدلك لا اي شيء مرتب هذا دار ما شاء الله هذا ما شاء الله بعد هذا كمان يعني مجاملة زين يعني شوف لا سكوت اشوفك بنات هذا هسه هناك بذاك ذاك كان جلوب هاك لا لا مو قصة جلوب يعني طير ما شاء الله تجي تشوف قفلة للأخير ومشي مرتب يا ابو بناته يعني ما شاء الله شيء مرتب همين يعني حتى بالإنتاج وبالمطير هذا سلارة هذا سلارة ميان الرير هم يقصدون على ذن الرياش اي على سلارة نعم. بس هو كتيد سلارة اي اكو واحدة حمراء والله منك هو شوف اي اي هذا شوف اي هو لازم هذا اللون دائما ايه. بالحمام موجود بالضبط هذا الحمام صح زين ما شاء الله شوف ضخامه بس الطير ماكو وزن ما بي ايه. يعني خطيه تقول معطوش اي لا شوف بس هو شكله هذا بسم الله ما شاء الله شوف موفق به ان شاء الله شوف خير هين تم انتم طيبين هاي جتني هديه طبعا من يكون من الديوانيين هاي اي هاي الطيره حمامه حلوه والله كلش حلوه وبحجول ابو متعب اي شيء مرتب حمامه حلوه والله وهاي طبعا نفس الجولدنات اللي عندي يعني ايش اسمه اللي جني من ميال حامل ها تحيات الجميع الاخوه اخواننا الاعزاء استاذ رائد استاذ رائد الخزاعي اخوان سيد الزامدي حيدر حيدر العراقي ابو رضا ماجد ما شاء الله تحياتنا وخاف اخوان ما يطلع سبحان الله بقيه الاسماء تحياتنا لكم بسم الله ما شاء الله هذا ما انطفت بعده. طيب هذا ما شاء الله بسم الله. انت هم من عشاق السلاره يا ابو فاطمه هم مثلي. هذا طير هذا هذا شوف يعني هناك شوف هنا ذاك ابو الحجي الابيض. والصفه ابو الحجي الاسود بناته. اي 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 بس يبقى بس سبحان الله طير علم هذا. هذا سخي. هذا سخي. اي شوف هسه احنا مو يم حمام لا لا مبين لا لا مبين هاي اللي جاب المباشر مال سخي عرفه بس يشوفه احنا كوبيهم يطلع احنا ما نريد نخلي بخاطر الناس لا كيف يطلع وقالك سخي لا بالعكس هو انت من تنشر شو تريد؟ غير تعلمه بالحمام؟ اي بس انا اشوف مرات ابو حق ينشر هذا الحمام سخي اخواني يعني اشوف انا صدق حمام سخي اي بس اكو مرات مع احتراماتنا للاخوه يقول لك هذا حمام سخي بعيد عليه بعيد عليه يعني اقول حق العالم مثلا اللي ما جايب صح صح اللي جايب المباشر مو مثل ما جايبه حياكم حبيبي العراقي ابو رضا حيدر فالح السيد الزامدي قرار حبيبي سيدنا حيدر فالح تحياتنا وكانك خالي اليوم حبيبي قرار علوش سيدنا الغالي سين على ابو حق على ابو حق أسلم على الأخوة تحياتي لكم إخوان طبعا الغالي العزيز مكانه خالي هسه اي والله مكانه خالي ذكرت انا مالت الله ابو كرار حيدر الله يرحم والدك اي والله الله يرحم والدك يوم اجى فتره قال نروح نزوره بحق قلت له اوكي والله ورا خطيه يومين خابروه صارت عنده اي هو اي راح للامارات ما شاء الله عرايس هاي ضخامة بالحمام عرايس اي
يلا خلنا نطلع لهن، لا خاف ذني شوي يتعب الحمام. هذا بي صغار، هذا الصغار مخاليف كلها لعم صفي العواشر. اي بس هي بعد جو حار مو مال واحد يتوقف. اي نعم. اي اي ذاك اول واحد، شوف ذاك اول واحد من هناك. ها عيني اي 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 شوف بيض ضخامه. هذا سلاره، هذا هاي سلاره. اي هو مره تطلع عنده زقه ابيض، هذا زقه اسود، هذا في بنات السلاره. اسماعيل هذا، هذا والله لازم هذا 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 الجناح اللي فوق. اي مو بس هذا، وهذا الثاني. حمام انا اعمل وش الدايه. اي 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 يعني حمام يا نذير يختلف. شوف اخوان ما شاء الله. لون جاز ده، ايه لون جاز منقار اسود، عين صافي طبعا منقار على نيلي. اي 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 مثل رصاصي نفطي. هم هذول اساتيد طلعوا هذا الحمام. يعني قد اخذوا سنين. احنا لقيناه جاهز بعد نحافظ عليه ما شاء الله. هاك اسماعيل والله هده هده الطير هذا هده. لا 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 عفوا لا خليه ايش اسمه تعال بس اشوف هذا انتاج هذا الطير. هذا ايش بيه تركيبات هسه؟ هذا؟ اي هذا هاي طبعا طيره. اي هاي جتني هديه طبعا من جبل الجلال، جان سيد علاء يمكن بالديوانيه. اي هذه عن عموله يسهلها. هاي مو سخي. اي لا عن عموله. بس هي ما تفرق عن الحمام. اي 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 طيره حلوه ملمسها حلو. شوف شمره الجناح ما شاء الله. هاي هو اكو بي اللي يطير سخي ذاك ذاك مبين. لا ذاك الحمام سخي مبين. إيه؟ سبحان الله. هذا هذا من العاشقيات. إيه؟ هذا الكور كوماندر. كور كوماندر هذا. إيه؟ بس ذاك شوف ذاك النيل اللي ابو فاطمه ذاك. اي هذاك هو ابن اللي قبل شوي هسه الحمام السليط البيضة. اي إيه؟ هاي اختها. اي يطلع يطلع نيلي. هذا هذا اللون اسمه زيره. هذا زيره. زيره يطلع هذا. اي مو شيب ولا نفس. لا 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 إيه. هو كلون زيره. كلون زيره. اي بس هو الاصل شنو؟ تمنقر. اي تمنقر. اي احنا ما نريد شوي وقت خلاص نقعد عشاء. هذاك بعد ذني شجالات المطيره. اي اي طبعا نشكر السيد على حسن الضيافة. لا أيوة والله ما ذبيحة جورج ديك. الله يعزك سيدنا. طبعا هاي جايتكم عزيزة. الله يرحم والديك. هذا ما شاء الله شرفتونا والله. ابراج السيد الغالي ابو علاوي الورد ما شاء الله ترتيب جدا جدا جميل. الله يوفقه ان شاء الله بيهن وكفي شرهن ان شاء الله. والله الفخر لكم ترى انتم حببتونا بهذا الحمام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعال افتح الباب جوا بالذني اللي قلت عليه. بلي لا هاي اكيد ارضيات. هي هاي المتر وانا منتبه من راسي المتر اربع خطوات. طبعا المكان ابو علاوي ما شاء الله مكان حلو. الله يوفق ان شاء الله. موجودات حيدر. اي اي موجودات. اي موجودات. الشرف حبيبي سيد.
هذا ما شاء الله هنا هذا حمام المطيار سيد الحمام هنا ناتفة طبعا هي. ان شاء الله هذه مخاليف الله يوفق بيهن ان شاء الله يعني تقريبا نص ديال جاهزات ان شاء الله ان شاء الله بعون الله ما شهر العاشر ان شاء الله تحياتي لكم اخوان ان شاء الله نشوفكم بخير حبايب قلبي مع الف سلامة الغالين.